اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي. تعالوا كده مع بعض نعمل جوله في صفحات السوشيال ميديا ونشوف ابرز العناوين الخاصه بالاهلي في الفتره اللي جايه. اول حاجه معايا الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر. الاهلي يقيد 5 صفقات جديده في افريقيا واتجاه لتاجيل عبد القادر. طيب حسب المصدر اللي قال للوطن سبورت ان نتيجه اصابه احمد عبد القادر ومعاناته من الاصابه في العضله الضمه وعدم لحاقه بلقاء السوبر امام الرجاء، فبالتالي الجهاز الفني هيفضل انه مش هيتأيد خلال الفتره الحاليه ويأيد الخمسه الاخرين اللي انضموا للاهلي بعد نهايه القائمه الاولى الافريقيه. لو بنتكلم على بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، كريم فؤاد، حسام حسن، عمار حمدي، ولكن ده مصدر للوطن الرياضي. لكن زميلنا فاروق صلاح قال النهارده ان احمد عبد القادر بقى سليم، وبالتالي لسه هنشوف الموقف الرسمي خلال الفتره اللي جايه. هل السته هيتأيدوا؟ هل بيتسو هيأيد 3 فقط؟ ده هيتحدد قبل موعد لقاء السوبر بايام قليله. طيب نروح كمان ونشوف ايه اللي معانا في ترند الاهلي. الوطن سبورت بيتكلموا عن الاهلي يدرس سفر مدافع الفريق الى اوروبا بسبب قسره الاصابات. هنا الكلام في حساب الرسمي الوطن سبورت على تويتر، بيتكلموا على إصابة محمود متولي وهم شايفين أنها إصابات متكررة، ولكن الإصابة هنا مختلفة، مرة في الضمة مرة في الخلفية، هي المسألة ممكن تكون سوء حظ. وفي النهاية هنشوف الموقف الرسمي للأهلي إذا كان حابب يطمن على محمود متولي ممكن يكون في داعي للسفر ليه للخارج عشان يطمئن على حالته وجاهزيته الفترة اللي جاية. الأهرام بيتكلموا على بدري بنون. هو بدري بنون يا جماعة موجود في قطر في لانتظار بعثة الأهلي عشان استعدادا لماتش الرجاء، لكن مش موجود في قطر وممكن يكون في عرض مغري من الانديه القطريه بعد ادائه الرائع في كاس فيفا للعرب. لكن على حساب الرسم الاهرام على تويتر بيقولوا ان في عرض مغري تلقاه بدري بنون من احد الانديه القطريه للانضمام لصفوفها في شهر يناير القادم. وانا بقول لكم حتى لو في عرض رسمي بدري بنون مكمل في النادي الاهلي. طيب اخر حاجه معايا اليوم السابع، وعاملين احصائيه على ماذا قدم علي لطفي في عرين الاهلي قبل مواجهه الرجاء المغربي بالسوبر الافريقي. هذا التقرير معمول بناء على ان محمد الشناوي، ده الكلام ده قبل المباراه، ممكن ما يلعبش لقاء مصر وتونس اليوم، فممكن يكون علي لطفي هو حارس الاهلي في لقاء السوبر. طبعا لسه اسبوع على المباراه، الشناوي النهارده بيقود منتخب مصر امام تونس والاثنين على هبه الاستعداد للقاء ماتش الرجاء المغربي. لكن بيتكلموا على ان في ارقام لعلي لطفي، يعني في 8 يونيو 2016 كانت أول مباراة لعلي لطفي مع منتخب مصر. علي لطفي مع الأهلي لعب 26 مباراة بإجمالي 2182 دقيقة، تلقت شباكه 23 هدف وخرج بشباك نظيفة في 11 مباراة، وتوج مع الأهلي بثلاثة دوري، بطولتين دوري أبطال إفريقيا، سوبر إفريقي، كأس مصر، وبرونزية كأس العالم للأندية. طيب دي كان جزئية ترند الأهلي. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض والجزء الأخير من برنامج الترند.